Saint-Humain. Sur notre plateau spécial عيد على راديو مهد مازال معكم حتى الماضي ثلاثة ومازال برشا جاو يستنى فينا وكما قلت لكم قبيلة برشا تليفونات قاعدة توصلنا على 72 328 500. جست نفكركم بالجو اللي قاعدين نلعبوا عليها اليوم. عندنا معنا اليوم 3 تيكي بلاد اومير من اهداء شاين ترافل. دونك نستنى في تليفوناتكم. جست جاوبوا لي على الكيستيون تاعنا واللي هو شنو السلوغون تاع راديو مهد. قبل ما نمشيو مع تليفوناتكم نحب نرحب برشا برشا بزميلتنا العزيزة كيف ما نقولوا احنا جنود الخفاء مدام مونيا. مدام مونيا في سيرفيس ويب. شنو حوالك يا مدام؟ عسلامة. مرحبا بك عمولة، مرحبا بكل مستمعينا، مستمعي احلى مستمعي راديو مهد. مدام مونيا ساعة كل عام وانت حية بخير. عايشة كل عام وانت حية بخير وتونس الكل حية بخير وكل العرب والمسلمين في كل الدنيا حية بخير. امين يا ربي. باهي مدام مونيا، قبل ما نقول لك شنو هو جوك في العيد وبيان سور انت هاك معانا اليوم من جنودنا الموجودين اليوم في راديو مهد اللي قاعدين نخدموا على رواحنا وربي يعين الناس الكل اللي قاعدين يخدموا على رواحهم من نهار العيد، حاب نسالك على اجواء الخدمة هنا في راديو مهد. شنو هو جونا سيرتو احنا نعرفوا اللي الويب لاهي توسكي باج فيسبوك بس يهبطونا في التوسكيه نيوز هكا على لي باج نتاعنا. شنو اجواء الخدمه هنا؟ والله نحن الغول نتاعنا سي ننقلوا بالصوره وبالنص الاجواء وكل البودكاست كل الخدمه اللي تصير في الراديو مات. الغول نتاعنا تري امبورطون تعرف التونسي الانسان المستمع جينيرالمون يزانتيريس برشا للصوره. احنا اتغافير السيت متاعنا والباج فيسبوك الكونت يوتيوب متاعنا انستغرام تويتر نحاولوا ننقلوا الامبيونس الحلوة اللي في موجودة في راديو مهد. الاجواء متاع البرودكسيون، اجواء ليزيميسيون، جو كبير ياسر، خدمة كبيرة ورا كل ميكرو فما برشا خدمة من الناس من الكيب الممتاز الموجود من هنا، من الصحفيين، من المنتجين، من معدين البرامج، من المقدمين الرائعين اللي عندنا. احنا الدور متاعنا حساس برشا ونحاولوا نخدموا كولابوراسيون افيك الناس كل وحاولنا لحد الان بتصورنا المزيانه وباللي فيديو نتاعنا وبشويه المشاكسات الموجوده اللوطه باش ننقلوا المستمعين نعيشوهم الجو نتاعنا جو غاديو مهد الرائع. انا نقول لكم بالحق يعطيكم الصحه مدام مونيا، وانا نعرف راهو شنو البريسيون اللي موجوده على قسم الويب نتاعنا. بالحق هما اكيب حلوه برشا، عندنا مونيا، عندنا امير، عندنا دي ستاجير زاده معانا كيف نسلم عليهم امنه وميمه زاده. بالحق تعب برشا موجود في قسم الويب نتاعنا. ربي معاكم وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير واحنا اون فو سوتيان على خاطر انتم بالحق تعب حلو. مولا تعب حلو، نجاح كبير وثلاثه شهور تعداو حلوين برشا المساندة متاع الإدارة الباهية اللي عندنا، الإدارة القوية والإدارة اللي تدعم وتدفعك للأمام، بالمساندة متاع لي فورماتور متاعنا مدام رحوي ليكيب ألتيرناتيف اللي كانوا ديما ورانا. شوية هكا ضغط وشوية نحنا نبداو ستريسي، مي الريزلتا تستحق التعب هذا. مانيا بلاش ضغط وبلاش ستريس، ما نوصلوش راهو نعملوا حاجة. احنا كي راهو الريزلتا راهو محبة الناس، كي نسمعوا ميكرو يجينا وتليفون يجينا من عند مواطن يقولنا حبيناكم ونسمعوكم، كي في الشارع يقولوا لنا هذاك شكون ويسالونا حتى على دي ديتاي نتاع دي البرودكسيون والانتاج نتاعنا كيفاش تخدموا كذا، نحسوا ان غون بليزير واحنا موجودين باش ننقلوا صوت التونسي صورته. نحبوا نكونوا الواجهه نتاع الكابون والواجهه نتاع الغون تونس نتاع تونس الكل. مستعدين نخدموا في العيد، نخدموا في الليل، نخدموا في كل وقت، وان شاء الله نخدموا ديما في اجواء فرحه، اجواء عيد، ما نخدموش في اجواء يعني مؤسفه واجواء معناتها دم واجواء. ان شاء الله ربي يحقن دماء التونسيين، ان شاء الله ايامنا كلها عيد، ان شاء الله اولادنا ديما فرحانين، وان شاء الله كل يوم عيد على غد يومات. ان شاء الله تونس في امن وامان يا ربي. ميرسي بيان مدام مونيا، يعطيك الصحه. ونحب نقول راهو احنا صحيح اللي في الواجهه، اما ورانا راهو اكيب قويه برشا اللي قاعده تدعم فينا. ميرسي بيان اون اوتر فوا، مي نونبيش باش نرجع معاك في ساعه في ساعه كلمتين صغار على اجواء العيد معاك. انا نعرف ان انت معرسه وعندك الوليدات صغار. شنو جو اليوم؟ انا ام احمد واسامه نحب نقدم لهم تحيه اللي خليتهم عند امي اليوم عيد، ونقدم تحيه لامي، البابا، عائله سخيف سليمان،
عايد القاسمي راجلي ربي يخليه لي كومبريهنسيف. نحب نقدم تحيه مع من جهويات بون لسليمان بلادي العزيزه. نحب نقول لك اللي احنا عندنا عادات حلوه برشا كأون فامي كفي البلاد نتاعنا في سليمان، عندنا عادات في حلال الحلو وجينيرالمون عندنا حلو تيبيك معناتها موجود في سليمان. وسي نهار العيد جينيرالمون كيما تونس الكل ملوخيه، في عائلتي انا الكسكسي لمه الام والكسكسي الفاوح الساحلي مكليدايات الحلوين نتاع الميمه ربي يفضل امات الناس الكل وربي يرحم اللي ماتهم موتة. نحب نقول لك العيد في سليمان عنده جو كبير ياسر. عنده جو كبير ياسر، ان توكا في تونس كلها العيد عنده جو كبير ياسر. وخليك معانا هنا منيا، جوست احنا تو باش ناخذوا معانا وليد الجبيلي من تونس باش نحكيو معاه على اجواء العيد في تونس. مرحبا بيك سي وليد. راديو ماب 104.8.